السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هابي إن. هنتكلم دلوقتي عن إضافة ملفات الصوت وإضافة ملفات الفيديو وإزاي نقدر نتحكم فيها. هضيف الأول شريحة جديدة بالتصميم ده مثلا، وهنختار من ديزاين تصميم ده مثلا، وهنروح نغير الخلفية بتاعته كده. هنكتب هنا أي تايتل، هفترض اني هكتب النص ده وعايز احط هنا ملف فيديو. علشان احط ملف فيديو هروح على insert فيديو وهختار option video from file. لما هعمل كليك عليها هيفتح لي الجهاز بتاعي ادور على ملف الفيديو اللي انا عايز اضيف. انا هفترض اني هضيف ملف الفيديو ده، هعمل كليك عليه هلاقي ملف الفيديو نزل عندي جوه الشريحة. نشغل ملف الفيديو، لو عملت معاينة للشريحة بتاعتي على كده هلاقي قدامي ملف الفيديو، ولما بتحرك عليه بالماوس بيظهر عندي المؤشر اللي اقدر اشغل منه ملف الفيديو. لما الماوس بتاعي ثبت في مكانه اختفى المؤشر ده، بحرك الماوس تاني بيظهر قدامي وبشغل منه الفيديو. تاني بحرك الماوس لو عايز اوقفه. طيب ايه الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها في الفيديو ده؟ لو رحت على ايقونة بلاي باك هلاقي اني اقدر اخلي الفيديو ده يشتغل تلقائي اول ما افتح الشريحة دي، او اول ما اوصل للشريحة دي ملف الفيديو يشتغل. انا الاوبشن بتاعي ديفولت عنده اون كليك، يعني لازم اعمل كليك علشان الملف بتاعي يشتغل، وده اللي احنا عملناه دلوقتي. لازم اقف عليه واشغله. طيب لو انا غيرت الاوبشن ده وخليته اوتوماتيكالي، يعني يشتغل هو اوتوماتيك لوحده، وعملت المعاينة اول ما بتفتح الشريحة هو بيشتغل، ما بيحتاجش ان انا اعمل كليك عليه علشان اشغله، هو بيشتغل بمجرد ما بوصل للشريحة دي. ايه كمان ممكن اعمله؟ ممكن اخليه يملى الشاشة اول ما يشتغل، بس انا هخليها الاول اون كليك علشان لما اعمل كليك نحس بالفرق او نشوف ايه اللي هيحصل. عندي هنا play full screen، لو حطيت عليها علامة وشغلت عرض الشرايح بتاعي اول ما هشغل الفيديو هلاقيه اوتوماتيك عمل لي full screen. طول ما الفيديو ده شغال هيبقى عامل full screen، يعني مالي الشاشة بتاعتي. انا هشيل الاوبشن ده برضو، انا مش عايزه. عندي هنا امكانية ان انا اتحكم في الصوت، اعلي الصوت، اقفله خالص، اهديه. هو الديفولت بتاعه بيبقى على هاي، ان هو بيديني اعلى حاجة في الصوت. لو انا شايف انه ده عالي قوي فممكن اقلله، او ممكن اقفل الصوت خالص لو انا عندي فيديو فيه صوت وانا مش عايز الصوت ده اثناء عرض البرزنتيشن، عايز اقفل الصوت ويتعرض الفيديو بس صامت، فممكن اعمل ميوت. عندي كمان اوبشن لو ملف الفيديو بتاعي قصير، الفترة الزمنية بتاعته صغيرة، وانا محتاج ان الشريحة دي تفضل قدامي فترة طويلة، فاقدر اعلم عند loop until stopped، يعني لما الفيديو ده يخلص اعيده تاني لوحدك اوتوماتيك، هاته من الاول تاني وعيده طول ما انا موجود جوه الشريحة دي، لان الديفولت بتاعه انه هيشغل الفيديو لغاية ما يخلص وخلاص، حتى لو الشريحة موجودة الفيديو هيوقف. لكن لو حطيت هنا علامة صح لما هيخلص الفيديو هيعيده تاني لغاية ما انا اطلع من الشريحة دي واتنقل للشريحة اللي بعدها. طيب انا لو شغلت دلوقتي تاني هنعمل معاينة، هلاقي الملف بتاعي بيشتغل على طول، والصورة اللي موجودة عندي على الشاشة قبل ما بيشتغل الفيديو هي أول فريم فيه، يعني أول شكل بيظهر في الفيديو هو اللي بيبقى محطوط في الصورة اللي ظاهرة قدامي. أنا مش عايز كده، أنا عايز الصورة اللي هنا تبقى حاجة تانية غير الصورة دي. بافتراض إن عندي ملف فيديو عايز أي جزء فيه هو اللي يبقى موجود قدامي لغاية ما أشغل الفيديو، بختار إزاي الصورة اللي هتبقى موجودة قدامي؟ هروح على فورمات وهبتدي أتحرك في الفيديو لما اوصل للمكان اللي انا عايزه. هفترض مثلا اني عايز الصورة دي هي اللي تبقى موجودة قبل ما الفيديو يشتغل، بقف في المكان اللي انا عايز احدده ان هو يبقى الصورة بتاعتي الثابتة، وبروح عند كلمة بوستر فريم.
لما بعمل كليك عليها بلاقي ان عندي 2 اوبشن، يا اما اجيب صورة من عندي من على الجهاز احطها تبقى هي الصورة الثابتة لغاية ما الفيديو يشتغل، يا اما اختار انا فريم من الفيديو زي اللي انا اخترته ده واقول له كرنت فريم. لو رحت دلوقتي اشغل هلاقي ان دي الصورة الثابتة اللي عندي، لما بشغل الفيديو بينقل بقى على شكل الفيديو الاصلي يجيبه من الاول ويشتغل. طيب النقلة دي بتيجي مباشرة قوي، انا عايز النقلة دي تبقى تدريجية، يتنقل من الصورة اللي انا مثبتها دي للفيديو بتاعي بشكل تدريجي. بعمل كده ازاي؟ هرجع تاني عند بلاي باك، طبعا الاتنين تاب دول بيبقوا موجودين وانا واقف على الفيديو، لو طلعت بره هيتشالوا، لازم ابقى واقف على الفيديو عامل كليك علشان يبقوا موجودين قدام. هنرجع تاني نعمل عملية الفيدنج او الانتقال التدريجي من الصورة الثابتة اللي انا حاططها للفيديو بتاعي لما يشتغل. هروح عند اوبشن اسمه فيد ديوريشن، يعني حدد لي الفترة اللي انت عايزه يعمل فيها انتقال من صورة لصورة. هزود الفترة دي مثلا هعملها ثانية ونص، وممكن برضو لما يخلص ملف الفيديو يعمل الفيدنج ده بشكل تدريجي، فممكن برضو اخلي دي ثانيتين. اروح دلوقتي اعمل المعاينة، انا عندي الصورة الثابتة اللي انا حددتها، هشغل الفيديو هلاقيه بيتنقل بشكل تدريجي لصورة الفيديو الاصلية اللي هو هيشتغل عليه. ايه كمان نقدر نعمله؟ اقدر احدد مسافة معينة من ملف الفيديو بتاعي هي اللي تتعرض. لو افترضنا ان انا مش عايز كل ده يتعرض قدامي، لا انا عايز الفيديو يبتدي مثلا من هنا لهنا ويقف على كده، مش عايز بقية المساحة دي. ازاي اقص الجزء ده من الفيديو عشان يتعرض قدامي؟ هروح عند تريم فيديو، لما بعمل كليك عليها بيفتح لي شاشة جديدة فيها ملف الفيديو بتاعي وعندي مؤشرات. مؤشر بجيب منه اول المشهد اللي انا عايزه، هفترض اني عايزه يبتدي من هنا، واخر المشهد اللي عايزه ينتهي عنده، عايزه ينتهي هنا. ده بس اللي انا عايزه يتعرض قدامي، مش عايز لا اللي قبله ولا اللي بعده. ولو عايزه اتنقل بحركه ابطا شويه عشان احدد جزء معين، ممكن اتنقل فريم باي فريم من الايقونه دي بتحركني فريم واحد، والايقونه دي برضو بتحركني فريم واحد في الاتجاه التاني، وحسب المؤشر اللي انا واقف عليه هبتدي اتحرك فريم باي فريم. خلاص حددت الجزء اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايز اشتغل عليه، هقول له اوكي. طبعا الصوره الثابته اللي قدامي مش هتتغير لان انا قلت له حط لي دي لغايه ما الفيديو بتاعي يشتغل. لو عملت المعاينة على كده شفنا بدأ يشتغل من الجزء اللي انا حددته له، وقف عند الجزء او انتهى عند الجزء برضو اللي انا حددته له. انا كده اخدت ثواني بسيطة جدا من الفيديو بتاعي هي اللي تتعرض. يبقى انا اقدر اقطع الفيديو، لو انا عندي فيديو طويل وعايز اخد جزء منه بس هو اللي يتعرض قدامي، اقدر اعمل عملية تريم او كات، او اختار جزء معين من الفيديو هو اللي يتعرض قدامي. طب ممكن نغير شوية في شكل الفيديو، انا مش عايزه يبقى بالشكل العادي ده، ممكن احط عليه اي مؤثرات انا عايزها. لو رحت على فورمات ممكن اختار من هنا اي مؤثرات من اللي انا بحطها على الصور، هفترض اني هعمل كده مثلا وعايز احط له كمان شادو، هحط له الشادو ده، بس الشادو مش باين، الظل مش باين قوي، عايز اغير فيه شوية، فهفتح كده وافتح برضو من شادو واروح على شادو اوبشنز، ابتدي اغير في الاعدادات بتاعتها. انا هبعد شوية الشادو كده علشان اشوفه، وازود البلور بتاعه بالقيمة اللي انا عايزها، اقلل الترانسبيرنسي اللي هي الشفافية علشان يبقى باين قوي، وبعدين ارجع اقربه تاني يبقى كده مثلا، وهقول له كلوز. ده بقى شكل الفيديو بتاعي، عملته كأنه اطار، واقدر اختار له اي شكل تاني من هنا، مش لازم حاجة معينة، انا ممكن اتعامل معاه بالظبط كأنه صورة واديله اي تأثيرات من هنا كأني بتعامل مع صورة، بس اخلي بالي ان في بعض التأثيرات هتغير الالوان بتاعته. يعني مثلا لو اخترت زي ده، شفنا انه من الجنب بقى فيه ضوء كده شديد، لانه الوضع ده بيديني برسبكتيف، بيغير معايا مكان الاضاءة، فهيبوظ لي شوية الالوان بتاعته، فاخلي بالي وانا بختار اني ممكن اختار حاجة تغير الوان الفيديو بتاعي. انا مش هغيرها، سيبها على كده، وممكن لو حبيت انا كمان اعدل على الالوان بتاعت الفيديو، ممكن اروح على كلر اغير الالوان بتاعته خالص، وممكن اروح على كوركشنز اعمل برضو تعديلات في الكونتراست بتاعته،
لو الفيديو بتاعي محتاج تأثيرات زي دي او انا عايز اضيف تأثيرات زي دي بنقدر نختارها من الايقونات دي. لو عملت اي تعديلات وعايز ارجع فيها بروح على ريسيت واختار هعمل ريسيت ديزاين، يعني التصميم ارجعه زي ما كان خالص فلات من غير اي مؤثرات من اللي انا حطيتها على الصورة، او ارجع السايز بتاعه لو انا غيرت في المقاسات بتاعته. عندي كمان امكانية ان انا اعمل كروب او اقطعه بشكل معين، يعني ممكن انا كده مش بصغره، انا كده بقص منه. اخد الركنة دي، شايفين انا عملت ايه؟ انا كده بقص. لو رحت تاني على كروب هلاقيه قصلي الفيديو. انا بقول تاني انا ما صغرتوش، انا قصيته، شلت منه الجزء ده خالص. شايفين بقى فيه جزء ناقص من الشاشة، بس انا هرجع فيها ان انا مش عايزة اقصه، وهشيل الايقونة علشان نرجع لحجم الفيديو العادي بتاعنا. وممكن كمان اعمل للفيديو ده انيميشن، يعني لما يظهر عندي هنا اعمل له انيميشن، ما يبقاش موجود من الاول كده. بس دي هتفرق معايا في حاجة اخلي بالي منها، اني لازم هنا اعمل الظهور بتاعه اون كليك، او بداية تشغيل الفيديو اون كليك، لانها لو موجودة على اوتوماتيك مش هيشتغل معايا الانيميشن اللي انا ممكن احطه من هنا. انا ممكن احط له مثلا راندوم بارز، وممكن اخليها رأسية واخليها ابطأ شوية. هلاقي اني لازم اعمل كليك علشان يظهر عندي وبعدين اعمل له تشغيل. لكن لو انا واقف على الفيديو نفسه من هنا جيت قلت له يشتغل مباشرة ورحت على الشريحة هيشتغل على طول، ومش هيديني التأثير بتاع الانيميشن، مش هيشتغل، لانه بمجرد ما هيدخل على الشريحة دي هيشغل الفيديو على طول، فمش هحس بالتأثير بتاع الانيميشن اللي انا حطته له. علشان كده اخلي بالي اني لو عايز احط حركة لظهور ملف الفيديو نفسه قدامي او صورة ملف الفيديو قدامي لازم ابقى عامل هنا اون كليك، مش الفيديو يشتغل مباشرة كده. لما احط انيميشن هيشتغل معايا عادي زي كده، مثلا هعمل كليك بالماوس هيظهر وبعدين ابتدي انا اشغله بايدي. في اوبشن كمان مرتبط باضافة ملفات الفيديو، لو رحت على انسيرت وفتحت ايقونة الفيديو من السهم بتاعها هلاقي ان عندي امكانية اضيف فيديو من كليب ارت. احنا قلنا قبل كده في الوورد ان انا لما بعمل سيرش في كليب ارت ممكن اعمل سيرش على ملفات اوديو، ملفات صوت او ملفات فيديو. عندي هنا كمان اوبشن كويس قوي اللي هو اني احط فيديو من ويب سايت، اني ممكن احط فيديو من على اليوتيوب ويشتغل مباشرة، بس ده هيحتاج ان انا اكون اثناء تشغيل البرزنتيشن عندي خط نت شغال، يعني ما ينفعش ان انا يكون الجهاز بتاعي مش متوصل بالانترنت واشغل اوبشن زي ده، مش هيشتغل معايا، لازم يكون عندي نت علشان الملف يشتغل معايا. حاجة تانية كمان اني لازم اكون شغال على ويندوز 32 واوفيس 32 بت. لو بصينا هنا على الاوبشن ده هنلاقيه ان اكتف، مش شغال. ليه؟ لان الاوبشن ده بيشتغل مع اوفيس 32 ما بيشتغلش مع اوفيس 64، وانا الويندوز عندي 64 وبالتالي الاوفيس عندي 64 بت، فمش هيشتغل عليه الاوبشن ده. لكن لو حد شغال على جهاز عليه ويندوز 32 بت وبالتالي عليه الاوفيس 32 بت فهنلاقي الاوبشن ده شغال معانا ونقدر نستعمله، فهنقول عليه بس ملحوظة صغيرة علشان لو حد حب يستعمله مع يوتيوب، ان انا لما بضغط على الاوبشن ده بيفتح لي نافذة احط فيها الرابط بتاع ملف الفيديو اللي على يوتيوب. اخلي بالي وانا بجيب الرابط ده ان انا لازم اجيب حاجة اسمها الامبت كود. هنروح على يوتيوب نشوف بنجيب منين الامبت كود. هنفتح ده ملف عندنا على يوتيوب. لو عايز احط ملف الفيديو ده عشان يشتغل عندي جوه باوربوينت هفتح شير، ومن شير هفتح كلمة امبت، وهاخد كوبي للي موجود هنا ده، هو اوريدي بيبقى محددهولي، فانا بضغط كنترول سي او رايت كليك وكوبي علشان اخد نسخة من اللي موجود ده اللي هو الامبت كود. لما بروح على باوربوينت وبختار من هنا فيديو فروم ويب سايت هيفتح لي نافذة هحط فيها بيست الامبت كود اللي انا جبته ده، هلزق فيها الامبت كود اللي انا جبته ده، وهينزل لي بنفس النافذة بتاعة يوتيوب. ولما شغل الفيديو هيبقى عندي نفس الاوبشنز بتاعة يوتيوب كأني فاتح الموقع وبشوف من عليه فيديو.
فانا بقول الاوبشن ده هو مش شغال عندي زي ما قلت، علشان انا بشتغل على ويندوز واوفيس 64، فالاوبشن ده ما بيشتغلش عليه. لكن لو عندنا ويندوز واوفيس 32 هنلاقي الاوبشن ده منور ونقدر نستعمله. فحبيت اقول ملاحظة اننا ما بنجيبش الرابط من المتصفح، احنا بنجيب الانبوت كود ونحطه في النافذة اللي هتطلع لنا لما نضغط على الايقونة دي. طيب ملفات الصوت، خلينا نضيف شريحة جديدة واضيف المرة دي من انسيرت اوديو. انا برضو لما بضغط على السهم بتاع اوديو عندي امكانية اني اضيف ملف اوديو، عندي امكانية اني اضيف من كليب ارت اوديو، عندي امكانية اني اسجل اوديو او اسجل ملف صوت واحطه. انا هختار اوديو فروم فايل وهجيب اي ملف صوت من عندي على الجهاز، بينزل عندي بالايقونة اللي احنا شايفينها دي. لو ضغطت تشغيل بيشتغل معايا ملف الصوت عادي، اقدر اعلي واوطي الصوت من هنا. طب خلينا نشوف ده هيبقى شكله ايه لما اشغل البرزنتيشن بتاعي. بيبقى بالشكل ده عندي ايقونة لما بتحرك عليها بيظهر عندي السهم ده، نفس فكرة الفيديو ان انا لما بتحرك عليه بيظهر عندي المؤشر اللي بقدر اشغل منه الملف. انا عملت كليك عليه اشتغل الملف، وبرضو اقدر اعلي الصوت وانزل الصوت. طيب لو انا مش عايز الايقونة دي تبان قدامي وعايز اول ما اوصل للشريحة دي يشتغل معايا ملف الصوت على طول، بعمل ايه؟ هروح تاني عند بلاي باك، هلاقي عندي كل الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو. برضو اقدر اعمل له لوب ان ملف الصوت ده يفضل شغال طول ما الشريحة دي موجودة قدامي. برضو اقدر اخليه يشتغل اون كليك او اوتوماتيكالي او بلاي اكروس سلايدز، يعني لما اوصل للشريحة دي هيشتغل ملف الصوت ده، وايا كان عدد الشرايح اللي بعدها هيفضل ملف الصوت شغال، مش هيقطع او هيقفل اما تنقل للشريحة اللي بعدها. خلينا نجرب الاوبشن ده. انا هروح على سورتر فيو وهاخد مثلا الشريحتين دول كنترول سي، وهقف في الاخر هنا واقول له كنترول في عشان بس ازود عدد الشرايح لان الملف بتاعي ما فيهوش شغل كتير. هروح على الشريحة اللي فيها الصوت، هقف على الصوت بلاي باك، هقول له المرة دي يشتغل اوتوماتيكال، يعني انا لما اوصل للشريحة دي يشتغل. هقف على شريحة الفيديو، هعمل المعاينة بتاعتي، ده ملف الفيديو مش هشغله، هعمل كليك بعيد عنه عشان اتنقل على الشريحة اللي بعده. اول ما روحت لها اشتغل معايا ملف الصوت، هعمل كليك، لما روحت على الشريحة اللي بعدها ملف الصوت بتاعي سكت وقف. لا انا عايزه يفضل شغال حتى لما اروح للشرايح اللي بعدها. في الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي بختار بلاي اكروس سلايدز، يعني اشتغل على كل الشرايح. لما بختار الاوبشن ده وانا واقف على الشريحة دي هروح اعمل اهو المعاينة، اشتغل وانا في الشريحة دي كليك، انا اتنقلت اللي بعدها لسه موجود وشغال، كليك الشريحة اللي بعدها برضو شغال، انا حاطط فيها ملف الفيديو بس مش هشغله. لغاية ما اوصل لنهاية عرض الشرايح هيوقف معايا ملف الصوت. يبقى دي الاوبشنز الخاصة بالصوت، ان انا اقدر اخليه يشتغل لما اعمل كليك، اقدر اخليه يشتغل اول ما اوصل للشريحة دي يبتدي يشتغل لوحده، لكن لما اخرج منها للشريحة اللي بعدها يقف خلاص الصوت، وممكن اخليه يشتغل طول فترة عرض الشرايح بتاعتي. في الحالة دي انا بحط ملف الصوت ده في الشريحة الاولى، يعني هعمل كنترول اكس وهروح على الشريحة الاولى وهقول له كنترول في، انا حطيت ملف الصوت بتاعي في الشريحة الاولى، ده معناه اني بمجرد ما هشغل عرض الشرايح اشتغل معايا ملف الصوت، هتنقل بين الشرايح، الصوت بتاعي شغال معايا لغاية ما يخلص عرض الشرايح. لان في ناس بتبقى عايزة تحط صوت موسيقى مثلا او حاجة تبقى شغالة طول ما هي بتعرض البرزنتيشن بتاعها، فدي الفكرة بتاعته، ان انا بحط ملف الصوت في الشريحة الاولى وبختار من بلاي باك ان هو يشتغل معايا طول عرض الشرايح. طيب انا الايقونة مش عاجبني شكلها، يعني مش عايز لما اروح كده عند اول شريحة يبقى عندي شكل الايقونة دي، اقدر احددها الاول واجي هنا واقول له hide during show، اخفيها اثناء عرض الشرايح. لما هروح على اول شريحة هلاقي الصوت بتاعي اشتغل، الايقونة دي مش موجودة، شكل الايقونة بتاعت الصوت مش موجود، واقدر اتنقل بين الشرايح وملف الصوت شغال معايا لاخر عرض الشرايح، لكن الايقونة بتاعته مش هتبان في عرض الشرايح.
هتبان طبعا معايا في الشكل العادي بتاعنا في النورمال فيو، لكن مش هتبان اثناء عرض الشرايح او اثناء عرض البرزنتيشن. نفس فكرة فيد ان وفيد اوت، اقدر اعملها ان الصوت بتاع الموسيقى يبتدي بصوت منخفض قوي ويعلى بالتدريج، ده فيد ان، وممكن انه في الاخر خالص لما يخلص الموسيقى دي يعمل فيد اوت، يعني الموسيقى تخلص بشكل تدريجي لما الصوت بتاعها يروح خالص. طيب لو انا عايزها تتعرض او تكون شغالة طول فترة عرض الشرايح بس هي موسيقى قصيرة او ملف الصوت مش هيكمل معايا، في الحالات دي اقدر اقوله loop until stopped، يعني عرض الشرايح بتاعي ده مثلا هيستمر 5 دقايق والموسيقى بتاعتي دي المدة بتاعتها دقيقة واحدة، كل ما هتخلص هيعيدها تاني يعيدها تاني 5 مرات لغاية ما عرض الشرايح بتاعي يخلص. ليه هيعيد؟ لاني حاطط علامة صح قدام loop until stopped، وحاطط اختيار هنا ان هو يفضل شغال اثناء عرض الشرايح كله. ونفس الاوبشن الخاص بان انا اقطع او اقص جزء معين من ملف الصوت شغال عندي برضو trim audio، اقدر احدد اهو بالسحب كده بداية ونهاية المقطع اللي انا عايزه، اقول له اوكي، هلاقيه قطع جزء وملف الصوت بتاعي بقى صغير او المسافة بتاعته والوقت بتاعه بقى اقل من الوقت الاصلي لاني قطعت او قصيت جزء معين من ملف الصوت. دي فكرة استخدام ملفات صوت وملفات فيديو في عرض الشرايح. محتاجين بس نقول اني ممكن لما اجي اعمل انسيرت واختار ملف فيديو يظهر لي مثلا نافذة ان هو مش قادر يجيب ملف الفيديو، هيبقى في الغالب عندنا مشكلة في الكودكس اللي بتساعد على عرض ملفات الفيديو. لما تجيلي نافذة زي دي هبقى محتاج ان انا اراجع الكودكس اللي عندي واشوف هي تنفع تشغل الملفات دي ولا لا، وممكن اعمل تحويل للملفات لو انا عايز اشغل ملف باكستنشن معين مثلا FLV ولقيته ما بيشتغلش، ممكن احوله على اي برنامج لتحويل الفيديوهات ل WMV AVI اي اكستنشن يشتغل مع برنامج باوربوينت.